يعطيكم العافية مس تامن. رح نحكي اليوم عن درس اللي هو السلامة المرورية، رح نحكي عنه بشكل إن شاء الله واضح. هلا بالنسبة لدرس السلامة المرورية، في عنا عدة أمور لازم إنك تحفظيها، مثل عناصر السلامة المرورية، وتحفظي كل واحد كم عليه نقاط. كمان لازم هلا نعرف شو تعريف السلامة المرورية، وليش إحنا بنعمل إشي اسمه سلامة مرورية. السلامة المرورية إلها دور كبير في الوقاية من الحوادث المرورية، وحتى إنه تحد منها عن طريق في قوانين، في أنظمة، في لوائح متعلقة بقواعد المرور. لهيك بطلب من الجميع إنه يلتزموا بهاي القوانين، قوانين السير، قوانين المرور، أنظمتها، اللوائح، الإرشادات، إشارات قف، إشارات التقاطع، إشارات الدوران، إشارات ممنوع المرور، إشارات تحديد السرعة. فكل هاي اللوائح لازم إنه يلتزم فيها لعدة عناصر. طبعا هذا اللي بتطلب من الجميع الالتزام بها، سواء كان دور السائق، لكل واحد له دور، السواق له دور، الراكب له دور، والمشاة له دور، لحتى أوفر بيئة آمنة وأحقق إنه حد من الحوادث المرورية، وبالتالي أحدد أو أكفل سلامة هذا الإنسان، سواء كان إنسان أو سواء كان حتى ممتلكات. ما أخبط بعمود، ما أخبط ب أو أدعس على ماسورة مي، ما أدعس إنسان. فكلها من إجراءات السلامة المرورية رح نحكي عنها بالتفصيل. رح نحكي عن مفهوم السلامة المرورية، مثل زي ما هم معرفين لك إياه، بدي إياك تنتبهي وتحفظي. هو جميع البرامج المرورية والتوعوية والإجراءات الوقائية التي تتخذ للحد من الحوادث المرورية. إذا كل إشي أنا بعمله من إجراءات ومن سلامة، برامج توعوية ومرورية وإجراءات وقائية للحد من الحوادث المرورية للحفاظ على حياة الإنسان والممتلكات الإنسان، وحفاظ أيضا على مقومات البلد من أرصفة وأعمدة وإلى آخره، وكمان على سلامة الإنسان وسلام البشرية للإنسان، لأنه هو أغلى ما نملك. تمام، رح نحكي عن عناصر السلامة المرورية. السلامة البشرية هي الإنسان، إنه أنا بدي أحافظ على الإنسان. إذا بس بدنا إياكي تعرفي إنه السلامة المرورية حفظ هي كل إشي بتعلق ببرنامج مروري وتوعوي وإجراءات وقائية متخذة للحد من الحوادث المرورية، للضمان لسلامة الإنسان والممتلكات، وحفاظا على مقومات البلد الاقتصادية والبشرية. الشغلة الثانية يا مس اللي بدنا إياكي تعرفيها، اللي هي عندي عناصر السلامة المرورية. إيش هي عناصر السلامة المرورية؟ في عندي 1 المشاة، 2 السائق، شايفين يا مس؟ 2 السائق، 3 الراكب، 4 المركبة، 5 الطريق. إذا رح أرجع على أولا من عناصر السلامة المرورية هم 5 يا مس، اللي هو المشاة والسائق والراكب والمركبة والطريق. هدول هم عناصر السلامة المرورية. إذا عناصر السلامة المرورية عرفيها، أو ما هي عناصرها؟ المشاة، السائق، الراكب، والمركبة، والطريق. هدول هم 5 عناصر للسلامة المرورية. ناخذ أول واحد. كيف المشاة بدي يعمل لي سلامة مرورية وبدي يحد لي من أي حوادث ممكن أنها تحصل؟ إيش دور المشاة في عمليات الحد والوقاية من الحوادث؟ لازم إنه على المشاة لحتى إنه يكون سليم ويكون حافظ على السلامة بالمرور عدة أمور. من ضمنها أنا كمشاة لازم أول إشي أقوم على 1 استعمال أماكن العبور الآمنة، مثل الممرات والمشاة والجسور والأنفاق. لاحظ الصورة يا مس، في عندي عن بيكون زلمة عم بقطع في الشارع. من وين بقطع؟ بقطع من عند ممرات المشاة، اللي هي هاي الممرات اللي بتكون الخطوط البيضاء. إذا الوقاية من حد الحوادث والسلامة المرورية بالنسبة للمشاة راح تكون عن طريق عدة أمور. ألف، استعمال أماكن العبور الآمنة، ممر، جسور، أنفاق،
إشارات ضوئية، فلازم إحنا ننتبه ونقطع من عندها. هاي واجب علينا لنحد من الحوادث ونقي منها. اثنين، التزام بالأرصفة، إنه أنا أمشي على الرصيف مش أمشي بنص الشارع. تجنب أماكن العبور غير الآمنة. ثلاثة، إنه أنا أمشي بأماكن عبور آمنة زي ممرات المشاة، أو ما أمشي بين السيارات الكبيرة أو عند المنعطفات، لازم كمان أنتبه لها. أربعة، استعمال أماكن اللعب الآمن. أنا كمشاة بدي أستعمل مكان اللعب الآمن مثل الملعب، مثل الساحة، مثل الحديقة، وأتجنب اللعب في الشوارع. أربعة، خمسة، ارتداء الألوان الفسفورية أو الفاتحة ليلاً. أنا بدي ألبس ألوان فاتحة ليلاً لحتى أصحاب السيارات يقدروا يشوفوني وما يكون في أي مشاكل. إذا هاي كلها هي إجراءات لسلامة مرورية للحد من الحوادث. إذا أخذ ممرات المشاة الآمنة، هذا واجب علي، ألتزم بالأرصفة هذا كمان بدي أنتبه له، أماكن عبور أتجنبها إذا كانت أماكن عبور غير آمنة بين السيارات ما أمشي ولا أقطع شوارع، أستعمل أماكن خاصة للعب، وأستعمل أو أستخدم الألوان الفاتحة بالليل، ألبس ألوان فاتحة بالليل أو الألوان الفسفورية. نيجي على النقطة الثانية أو من عنصر السلام المرورية الثاني اللي هو السائق. يتمثل دور السائق في تحقيق السلام المرورية بعدة أمور. إيش منها يا مس؟ ممكن يجيك سؤال وضحي. يتمثل دور السائق في السلام المرورية أو في تحقيق السلام المرورية بعدة أمور، اذكريها. رح تحكي لي، واحد، السواق بده يلتزم بقواعد السير، هذا أول شيء، وأنظمة السير بالقيادة الآمنة مثل التقيد بالسرعة المحددة، مراعاة أوليات المرور، ربط حزام الأمان، هذا كل السواق لازم يلتزم فيه، اللي هو يلتزم بقواعد السير وأنظمته، السرعة المقررة، أوليات المرور، ربط حزام الأمان، إذا لازم يلتزموا. كمان السواق شو كمان لازم يتقيد بالسلامة المرورية؟ اثنين، تجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه وتفقد السيطرة على المركبة. ما بدي سلوكيات تشتتك وتفقدك عن السيطرة. مثلا مثل ايش ممكن تشتت انتباهه للسواق؟ انه ممكن بيشرب قهوة، ممكن انه بياكل، ممكن انه بيستخدم الموبايل أثناء القيادة، فهي كلها بتعمل له تشتت بالانتباه، ممكن تؤدي إلى وقوع حوادث، وإحنا كسلامة مرورية بدنا ننتبه من هاي الأمور. إذا السواق هم نقطتين بدنا ننتبه لهم، الالتزام بقواعد السير وأنظمته والتقيد فيها. اثنين، بدنا كمان تجنب السلوكيات اللي بتشتت الانتباه. هاي مطلوبة من السائق. نيجي على الأشياء المطلوبة من الراكب. الراكب شو يتمثل يا مس دوره بحق تحقيق السلامة المرورية؟ إنه إحنا كركاب بدنا نلتزم بالدور لما نطلع على السيارة أو على الباص. لاحظ الصورة يا مس، عم بيلتزم واحد واحد. لما نطلع نجلس بمكاننا، إحنا كركاب نجلس بالمكان المخصص، ما عد أتنقل بين المقاعد وهي ماشية السيارة. أستعمل حزام الأمان خاصة بالراكب، إذا كنا بسيارة أو في باصات مجهزة فيها حزام أمان للراكب فلازم أحطه. ما أحكي مع السواق وهو عم بسوق. التأكد من الوقوف التام للمركبة عند الصعود أو النزول، ما أنزل وهي ماشية ولا أطلع وأصير ألحق وراها وهي ماشية. تمام؟ إذا هاد بتمثل دور الراكب، هذا دور على الراكب، لازم يصف طابوري ويطلع بانتظام زي الصورة، يجلس في مكانه ما يتنقل بين المقاعد، يستخدم حزام الأمان وعدم تحدثه مع السائق، وينتبه إنه هو نازل أو هو طالع ما تكون السيارة أو الباص ماشي. أربعة، إيش كمان إجراءات سلامة لحتى نحافظ ونحد من الحوادث؟ المركبة، بحكينا في دور على المركبة، كيف ممكن المركبة تعمل لي حوادث؟ المركبة ممكن تعمل حوادث بعدة أمور، لهيك بدنا نحقق السلامة المرورية فيها، وإحنا نحكي إنه المركبة لها دور كبير. أول إشي لازم نراعي عدة أمور بالمركبة. واحد، إجراء الفحوصات الفنية والوقائية للمركبة، إنه أنا بدي أجري فحوصات فني ووقائي للمركبة، أتأكد من المركبة وأضل أعملها فحوصات وأشوف في خلل عندها، في خلل بالبنزين، في خلل بالبريك، في خلل بالمساحات، في خلل بالأضوية، فلازم أضلني أعملها إجراء فحوصات فنية ووقائية. كمان صيانة أي خلل، يعني أي إشي بخرب عندي لازم أصلحه، ما أستنى كمان شهر وكمان شهرين،
تمام. ثالثا بدها تتوفر وسائل الحماية والسلام العام بالمركبة مثل طفاية الحريق وإطار احتياطي ومثلثات عكسة. ممكن يجيك كمان السؤال بالامتحان، من وسائل السلام العامة في المركبة شو هي؟ بدك تحكي لي اني استخدم طفاية حريق، او يكون عندي طفاية حريق، يكون عندي اطار احتياطي لا قدر الله انقطعت بالليل او بنشر العجل، ويكون عندي مثلثات عاكسة مشان السيارات الثانية اذا شافوني يعرفوا انه في خلل فيبعدوا عني، خاصة اذا كان في مشاكل بالسيارة والدنيا ليل، فالمثلثات العاكسة كثير مهمة بالليل او بالنهار. اذا كيف ممكن اتحقق لي دور السلامة المرورية في السيارة؟ 1- إجراء أو بالباص إجراء الفحوصات الفنية للمركبة والوقائية، أعملها فحوصات أصينها من أي خلل، وأوفر وسائل السلامة العامة بالمركبة. وثالثا اللي هو توفير وسائل السلامة العامة في المركبة اللي مثل طفاية الحريق، مثل الإطار الاحتياطي، مثل المثلثات العاكسة. ونلاحظ هاي بالصورة عندي مثلث عاكس، عندي طفاية حريق، وأيضا عندي قلم ممكن حاطط فيه بنزين، وكمان عندي أدوات لعمليات الصيانة زي مفكات وحقيبة، ممكن تكون حقيبة الإسعافات الأولية. فكل هاي وسائل سلامة عامة لازم إنها تكون داخل المركبة. نيجي على آخر عنصر من عناصر السلامة المرورية اللي هي الطريق. كيف ممكن الطريق يكون له دور في وقاية من الحوادث؟ بحكي إن الطريق ممكن يكون له دور عن طريق نتأكد من صلاحيته الطريق من الناحية الهندسية، ونتأكد من صلاحيته للسير على الطريق من ناحية الأرصفة، وكمان نتأكد من إنه خالي من أي حفريات. نلاحظ هون الطريق ماشي سالك، ما في أي حفريات، ما في أي مشاكل. هذا أول إشي اللي هو التأكيد على صلاحية الطريق من الناحية الهندسية. 2- كمان توفير الإضاءة والعاكسات والشواخص والإشارات، أنه يكون الطريق فيه عاكسات، فيه إضاءة، فيه شواخص، فيه إشارات، فيه عليه أرصفة. لازم هاي كمان من أساسيات اللي بتتعلق بالطريق. نيجي على النشاط. النشاط هو يمس أنك تعملي لوحة، هاي اللوحة إشارة قف، وتروحي أنت وزملائك لحتى تقطعوا الشارع من المكان المخصص لهم. فخطوات العمل: تعملي إشارة قف، تجهزي انت وزملاء، وبتوقفوا عند مرات المشاة اللي احنا حكينا عنهم بيجي بخطوط باللون البيضاء، منبين اشارة قف للسيارات القادمة مشان توقف. اذا السيارة تم توقفها راح اقطع انا وزملائي، واتأكد من وصول جميع الافراد للجهة الثانية، واخيرا السيارة راح تمشي وانا اكون بأمان. تمام يا مس. هلا بعدين عندي حل أسئلة، فواجب عليكم تحلوه اللي هو بصفحة 28، ويعطيكم ألف عافية.